اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللي نايم عن صلاة الجمعة وعن الصلوات شلون تبي الجنة؟ سؤال. الجنة يبيلها عمل، الجنة يبيلها تعب. تحافظ على صيامك ولا تحافظ على صلاتك، هذه من مصائد الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فرأيت وإذا برجل مستلق على قفاه، وإذا بملك يفلق رأسه فيصيح ثم يتدحرج ذلك الحجر ويرجع رأسه إلى مثل ما كان ثم يفلق مرة أخرى. فقلت لجبريل: ما هذا؟ فقال: ذاك الذي ينام عن الصلاة المكتوبة من أمتك يا محمد. لا إله إلا الله. فإذا كان هذا الذي ينام، عقوبة هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة، إذا ما هي عقوبة من ترك الصلاة؟ أكيد كفر بالله، ويكون مآله إلى جهنم، عاذنا الله وإياكم من النار. الجنة محاطة بالمكاره، والنار محاطة بالشهوات. إذا كنت تريد أن تريح رأسك بالنوم والراحة، فاعلم أن وراك قبر، سوف تكون في ذلك القبر إلى أن يبعث الله من على هذه الأرض. فالله الله، الله الله في العبادة، الله الله في الصلاة، الله الله في الارتباط بالله قبل أن يفوت الأوان.